مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مرة أخرى. تلقي اتصال من عند الأخت ملكة. ملكة عدد كبير من المغاربة تبعوا القصة ديالها، هي الأم ديال الدركي أيوب في الرباط اللي توفى والملف ديالو شيئا ما يلفه الغموض. الطريقة كيفاش مات، تربطات بحادثة سير، الموتور اللي ضربو ما تلقاش، أو السيارة إذا صح التعبير الموتور ديالو تا هو ما تلقاش. مجموعة من الإشكاليات في هذا الموضوع. أخت مالكة حوالي 5 سنوات وهي تناضل وتدافع بشتى الطرق لتبيان الحقيقة في الموضوع. هناك مستجد في الموضوع غادي نشوفوه معاه، تبعوا معايا. أختي مالكة إلا كان ممكن تعاودي معايا القصة من الأول، شنو اللي وقع للمرحوم أيوب؟ شنو وقع للمرحوم ولدي؟ أنا حنا جينا بنينا ديك الدار وجينا سكننا فيها، واحد السيد معدي علينا مكرفص علينا وتيدعينا وكيسميتو حتى ماشي دعانا وانا كندير الشكايات كتبت بالفرنساويه كتبت بالعربيه ما كاينش يديها فيا والو، درت حتى اللايفات ما كاينش يديها فيا الا الناس الله يرحم الام الوالدين اللي تاي يبكيو معايا وتيألموا معايا وتيترحموا لي على ولدي الله يجازيهم بخير. كيفاش مات هو ايوب؟ كيفاش مات هو؟ كان بيرمانونس نهار الجمعه ونهار السبت مشى خرج مشى يتفرج في الكوره مع صحابه حتى الليل وجاي في الطريق مشى لعند خوه ما لقاش وجاي في الطريق وتعرضوا ليه. هذيك راه مدروسين، راه مدروس داك الشيء اللي عنده مدروس حافظينه عارفينه بالله فين تيدوز. وكان عنده موتور؟ عنده موتور. وما تلقاش داك الموتور؟ لا ما كاينش الموتور، كاينش داك الموتور، ضربوه حتى ضربوه للراس لهنا. ما مجروح ولدي، حوايجو مجموعين، ما مجروح ولدي ما حتى شي حاجه، حتى الحوايج ولا ما تشتتو. وقالوا لك البوليس طار 17 متر ويطار 17 متر كغادي يكون. عباد الله تنسقسيكم كيفاش غادي يدير بنادم اللي طار 17 متر كي غادي يولي؟ غادي يولي مهرس في ظهره مهرس في يديه. ولدي ما مهرس لا في ظهره ولا في حتى شي حاجه، ولدي مجموع عليه وجهه ومجموع عليه صحته الا الراس ديالو تشتت لي هنا. ولدي دفنوه بالميكافر، كفنوه بالميكافر الراس ومشى بدموعه تيبكي. وخلاني انا كنحماق عليه، انا كنحماق عليه وعائلتي كلها كتحماق عليه وباه كله مريض، مريض باه راجلي مريض مسكين. دابا انا حالتي حاله معاه، دابا كيدخل ويخرج بالهضره راجلي. احنا مشى لينا الولد ديالنا ومشى لينا رزقنا ومشى لنا كل شيء وباقي حنايا كنعانيو في العذاب. والحمد لله انا جبت، داروا لي في الحفظ، داروا لي ذاك الملف ديالي في الحفظ وجبته ودرت الشكايه ديالي راه عند قاضي التحقيق الله يخرج فيه الخير. يكون انا دايره يقيني بداك قاضي التحقيق الله ينصره والله يسهل امره. والفرقه الوطنيه الله يرحم ليها الوالدين الله يجازيهم بخير، راهم تيجريو في سميتو في سميتو ديالهم. شنو الجديد دابا اللي كاين؟ شنو الجديد اللي كاين؟ وهو البوليسي اللي دار داك المحضر اللي خربق داك المحضر كله وكان مشيو عنده ديك الساعه وتيعايرنا وتيسبنا ما عطانا غير لاكارت ديال ولدي غير بمشقات النفس. قال لك تريفيلات، قلنا ليه لا عطينا نصايبوا الوراق لولدي. عاد عطانا الوراق وقت ما جينا لعندو المكتب تيفرع علينا ويدير علينا ويمشي بحالاته. السيد اللي راهم كاينين دايرين راه كيدوروا تما في الكوميساريه في الولايه. ايوا انا كنطلب السي الحموشي الله يكثر خيره، انا كنعيط عليه، دخلت عليه بالوالده ديالو بالبزيزيله ديال امه الله يرحمها، الى ما يوقف معايا ويشوف هذا الملف ديال هذا البوليسي اللي تعدى علينا. هذا البوليسي تعداو علينا، تعداو علينا، هذاك تعدى علينا قتل لنا ولدنا، وهادو تعداو علينا، تعدى علينا حتى هذا. والله يدير شي تاويل الخير، الله يدير شي تاويل الخير، احنا مراض. دابا اخر جلسه عندك امتى؟ كانت عندي الجلسه اليوم حيت الاستاذه ديالي ما غاديش تحضر، مشات لعند القاضي بدلات الموعد ما عرفاش شنو قال لها شنو دار لها في الموعد. الله يفرجها لك. امين امين. الله يطول عمرك وانا معاك ان شاء الله مشاهدينا الكرام. الله يطول عمرك معنا، الله ياخذ الحق لكل مظلوم. انا كنطلب سيدي ربي يا ربي خذ الحق لكل من هو مظلوم، كل هو مظلوم تيمشي على وجه الارض يا ربي خذ ليه الحق ديالو. انا ما عندي غير الله سبحانه وتعالى والمخزن، صافي هادشي اللي عندي والله ينصر سيدنا. الله يفرج عليك يا رب. امين. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا اخت مالكة تتحصر، لانه الابن ديالها الله يسمح لنا من الوالدين فيما يخص الموضوع، والابن ديالها دراكي وكان عنده دراجه ناريه. الوقت اللي شافت هي الابن كما صرحت العلامات ديال الحادثه ما واضحاش،
ولكن مجموعة من الكدمات في أماكن مضبوطة، وهذه هي علامة استفهام. مشاهدينا الكرام، الملف بيد القضاء وإحنا على تتبع لهذا الملف، وسوف نوافيكم دائما بالجديد. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.